حلو. عايزين نبتدي مع حضرتك بقى باخر المستجدات الاضافات والتطعيمات انجاز التعبير اللي بنطعم من خلالها الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي كريستو وخالد عبد الفتاح، رايك في الاضافتين دول ايه؟ وطبعا الحمد لله، طبعا الاهلي نهى الفتره اللي فاتت بمباراتين فوز على بيراميدز وعلى انبي، ده بيدي استقرار برضو فني للمدير الفني واللعيبه والمنظومه كلها ويطمن الجمهور الفتره اللي جايه. طبعا الصفقات النادي الاهلي معودنا يعني في اي حاجه بيطلبها المدير الفني وبالذات في المراكز او في اي حاجه في الملعب، مجلس اداره والمنظومه كلها بتوفر كل حاجه للمدير الفني. فوقع الاختيار على اللاعب اللي هو الضو، لاعب النجم الساحلي كريستو، لعيب مميز جدا بيلعب برجله الشمال، هداف، ده ان شاء الله يكون اضافه كويسه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله. وعلى ما اعتقد هو مضى 4 مواسم ونص، 4 سنين ونص، ودي طبعا هتبقى ان شاء الله باذن الله يبقى مكسب للنادي الاهلي ويبقى اضافه مع زمايله، يبقى ليه تواجد جيد جدا في النادي الاهلي ان شاء الله. طب وخالد عبد الفتاح بقى القادم من سموحه؟ خالد لعيب يعتبر صغير في السن ولعيب مميز جدا، الفتره الاخيره بيأدي اداء جيد قوي، الالتحامات بتاعته كويسه جدا وتكتيكيا على مستوى عالي، وقع الاختيار عليه وانا شايف هيبقى مكسب واضافه في مركز الباك الرايت ناحيه اليمين مع وجود محمد هاني ووجود اكرم ان شاء الله ما يرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله. بقى عندك في المركز لاعب او اثنين او ثلاثه، النادي الاهلي بقى عنده استحقاقات كتير فلازم يكون في لعيبه كتير في المراكز طبعا. عشان اي لا قدر الله الجاهزيه نفس اللي هو جاي جاهز ما شاء الله وبيلعب اساسي مع سموحه، والصفقه 6 شهور اعاره وعلى ما اعتقد ممكن باذن بنية الله الشراء ان شاء الله باذن الله يكون اضافه، وهو لعيب مميز جدا يعني. هي بيبقى في دايما صفقات او اعارات يعني اكثر من اعاره بتحصل ما بين النادي الاهلي وسموحه تحديدا، ليه؟ مش بتلاحظها؟ طبعا هي النادي الاهلي الحمد لله يعني اي تعاملات مع الانديه لما يكون عايز لعيب من اي نادي كل الانديه او 3/4 بترحب جدا النادي الاهلي يتعامل معاه. النادي الاهلي فير يعني، وفي التعاملات تعامله جيد جدا، سواء الامور الماديه سواء الامور الاتفاقات اللي بتبقى بنود العقوده، فاي حد بيتعامل مع النادي الاهلي بيكون مبسوط جدا لان كل حاجه بتبقى متوثقه وستريت يعني ما فيش دوران طبعا. واخد بالك اللي النادي الاهلي بيقوله وفي شفافيه بيلتزم بيه وده النادي الاهلي على مر العصور القيادات بتاعته الاتفاقات بتاعته جيده جدا وموحده يعني خلاص اتفق على حاجه، حتى لو هياخد اللعيب دوت ويحصل دروب يحصل اي حاجه ما بيلغيش العقد، ما بيبقاش فيه حاجه للنادي تسيء للنادي اللي اتعامل معاه او للاعب، الحقوق كلها بتبقى مضمونه وموثقه في النادي الاهلي ما شاء الله، اي حد بيتمنى يتعامل معاه.